السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي، طلاب الصف الثالث. معكم أستاذة ابتهال، ونسترجع معا لتكميل الدروس اللغة العربية. درسنا اليوم نستكمل فيه القواعد أو الأساليب، ودرسنا اليوم هو حروف العطف. حروف العطف، في الأول نتكلم عن مدينة كبيرة هي مدينة حروف العطف. في مدينة اللغة العربية عاشت عائلة مؤلفة من عدة أحرف. حروف العطف، عرفت هذه العائلة بعطفها ومساعدتها للأسماء، فلذلك أطلق عليها لقب عائلة حروف العطف، وهما أو واو فاء وثم. أو فاء واو وثم، وكان لكل فرد منهم نمط عيش خاص به يميزه عن باقي أفراد عائلته. ما رأيكم أن نذهب في جولة للتعرف على صفات كل حرف؟ وسنبدأ بحرف الواو. هو حرف عطوف يحب مشاركة الآخرين، فعندما يقيم حفلا يدعو عدنان وأحمد وسامرة ورشا وليلى ومنى، فيتناول معهم الكعك والعصير والبوشار. الواو، إذن الواو هو للمشاركة، أحمد ومحمد. أما الحرف الثاني وهو أو، أو يحب الاختيار بين حرفين، بين شيئين، بين أمرين. أو حرف يحب الاختيار وهو للاختيار، هل نذهب إلى المكتبة أو إلى متجر الألعاب؟ هل نذهب إلى المدرسة أم نذهب إلى البيت؟ أو للاختيار. إذن الواو للمشاركة أو للاختيار. أما أخوهما الكبير فهو ثم، كان أكثرهم مرحا، يشارك الجميع ويرتب كل شيء حوله بتآن كبير، فيأخذ الوقت الكافي للقيام بكل عمل، فشعاره بالتأني السلامة وبالعجلة الندامة. أكتب واجباتي، ويمر وقت طويل، أكتب واجباتي، وبعدما أنتهي من كتابة الواجب ممكن نأخذ ساعة أو ساعتين أو أكثر، لأن ثم يأتي للتأني والتراخي، أي أنني أفعل شيئا ثم أفعل شيئا آخر. أكتب واجباتي ثم ألعب مع جميل. إذن ثم للتأني والتراخي، أو الترتيب والتراخي، ثم الترتيب مع التراخي. أما أخوهما الصغير وهو حرف الفاء، يعد مثالا للعمل بجد وإخلاص، فهو يتعقب جميع الأمور ويقوم بكافة الأعمال مباشرة، فلا يؤجلها أبدا. طلبت المعلمة من التلاميذ إحضار الكتاب، فأسرع حرف العطف لإحضاره، الفاء للسرعة. الفاء تدل على المشاركة والتعقيب والسرعة أيضا، الترتيب مع التعقيب. وفي يوم من الأيام أراد أبو الحروف
تكوين فقرة جميلة يصف فيها أبناءه، لكنه وجد صعوبة كبيرة فاستنجد بأحرف العطف. يا أحرف العطف، يا أحرف العطف ساعدوني على الربط بين الجمل، فأنتم حروف عطف وربط، أنتم من يربط الجمل معنا لتصبح فقرة تعتز بها لغتنا العربية. الواو وأو وثم والفاء، إذن أحرف العطف تربط الجمل مع بعضها. عرض أبو الحروف الفقرة على أحرف العطف، فأخذ كل حرف يأخذ دوره. حل فصل الربيع فلبست الأرض ثوبها الأخضر الجميل، متزينة بالأزهار ذات الأشكال الجميلة والألوان البديعة. ثم لاحت أسراب الطيور المهاجرة عائدة إلى وطنها مغردة، حاملة معها تباشير الخير والفرح. وفي يوم من الأيام دعا حرف الواو حروف العطف لمولده أو لعيد ميلاده. يا لها من زينة رائعة، وكم أنت سعيد يا حرف العطف الواو. حان الوقت لبدء الحفلة. حضر الواو ثم الفاء، ها قد وصل سعيد فسارة، فأمجد فمهند. أين رنا؟ لقد تأخرت. صاح حرف العطف أو نبدأ بالاحتفال أو ننتظر قدوم رنا؟ برأيكم هل سيبدأ الأطفال الاحتفال قبل وصول صديقتهم؟ ها هي رنا، إنها تمشي ببطء. إذن ثم وصلت رنا. جلس الجميع حول المائدة لتناول البيتزا والكعك والفطائر.